فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هذا وثاني نوعي التوحيد، إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لجاحدا. النوع الثاني من أنواعه التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يعبد مع الله أحد، لأن من عبد غير الله مع الله فقد ساوى الله بغيره، وذلك يكون مع الاعتراف لله سبحانه وتعالى بأنه مستحق للعبادات، حتى وإن قصرت في فعلها فأنا أقر لله سبحانه وتعالى أنه مستحق لتلك العبادات، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم.